أنا ابن جلا طلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ أما والله لا أحمل الشر بثقله وأحزوه بنعله وأجزيه بمثله. إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، والله لكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى، وإني دعوت الله أن يبتليكم بي فاستجاب دعوتي. الحجاج بن يوسف الثقفي. وقبل أن نبتدي حلقتنا ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كليب أبو محمد الحجاج بن يوسف ابن الحكم ابن أبي عقيل ابن مسعود ابن عامر ابن سفيان الثقفي. اتولد الحجاج بن يوسف في قبيلة ثقيف في الطائف. مولده كان سنة 41 للهجرة. كان اسمه الحقيقي كليب وبعد كده غيره للحجاج. اتربى في مدينة الطائف وكان من حافظة القرآن والحديث الشريف، وكان في شبابه بيشتغل محافظ القرآن للأطفال، لكن طموحه كان أعلى من كده بكتير. في الفترة دي كانت الطائف ما بين أمرين، ما بين ولاية عبد الله بن الزبير وما بين ولاية عبد الملك بن مروان، لكن جند الزبير كانوا بيعاملوا أهل الطائف في الفترة دي معاملة جديدة جدا، وده كان سبب من أسباب توجه الحجاج بن يوسف للشام، واللي كانت وقتها تحت إيد بني أمية. الحجاج أول ما وصل للشام التحق بجهاز الشرطة. إمارة الشرطة وقتها كانت مليانة بالمشاكل وسوء التنظيم، والمجندين كان عددهم قليل، واللي موجودين اصلا مستهترين ومش على قد المسؤوليه. واحده واحده بدا الحجاج نجمه يظهر بين الجنود، لحد ما قائد الشرطه روح ابن زنباع مقربه منه وخلاه دراعه اليمين. الحجاج بدا يشد على الجنود اللي كانوا تحت ايده ويتعامل معاهم بكل اسوء حزم. في الوقت ده قرر ابن زنباع انه يقدم الحجاج لعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان اول ما شاف الحجاج قال له وصف لي نفسك، فكان رد الحجاج أنا رجل لدود لجوج حسود حقود. الجرأة دي عجبت عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة الأموية. روح ابن زنباع هنا بيطلب من عبد الملك بن مروان أن يولي الحجاج بن يوسف منصب في الشرطة، وفعلا يوافق عبد الملك بن مروان. الحجاج لما تولى أمر الجنود غلظ عليهم العقوبات لحد ما قدر في وقت قصير أنه يظبط أمور الشرطة في المدينة، لكن كان في مجموعة من الجنود قريبين جدا من روح ابن زنباع. فمرة دخل عليهم الحجاج لقاهم بيأكلوا في وقت العمل، فطلب منهم ان هم يبطلوا الاكل ويقوموا يشوفوا شغلهم، لكنهم نفضوا له ومحدش عبره، فعاقبهم الحجاج وقام حبسهم. الكلام ده ما يعجبش ابن زنباع وعلى طول يروح يشتكي لعبد الملك بن مروان. فعبد الملك استدعى الحجاج علشان يشوف اللي عمله ده، ولما سأله عملت كده ليه، الحجاج رد عليه وقال له انت اللي عملت يا امير المؤمنين مش انا، فانا يدك وصوتك. وبالمصري كده ثبته بالكلمتين دول. وفي الوقت ده قرر عبد الملك بن مروان انه يخرج جيش العراق علشان يحارب مصعب بن الزبير والي عبد الله بن الزبير على العراق، وقرر انه ياخد الحجاج بن يوسف معاه. اهل الشام في الوقت ده كانوا بيرفضوا ان هم يخرجوا مع الجيش، فالحجاج يطلب من عبد الملك انه يسلطوا عليهم، ويعلنها الحجاج في اهل الشام انه هيديهم مهله لمده 3 ايام، واي راجل قادر على حمل السلاح مش هيخرج، الحجاج هيروح له لحد بيته ويذبحه، وبعد ما يذبحه هيحرق بيته. وفعلا بدأ الحجاج يلف بنفسه على بيوت الهربانين من الجيش لحد ما لقى واحد مستخبي وقتله، وبعدها خرج كل أهل الشام معاه. عمل زي المثل اللي بيقول اضرب المربوط يخاف السايب. الحجاج بدأ يدخل دماغ عبد الملك بن مروان أكتر وأكتر، وبدأ يلفت انتباهه بشدة. عبد الملك بن مروان شاف فيه الرجل الشديد الحازم، وده بالظبط اللي كان محتاجه عبد الملك بن مروان في الولاية بتوعه، خصوصا علشان يقدر ينهي الصراع اللي قائم ما بينه وما بين عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير كان اعلن نفسه خليفه على المسلمين بعد موت يزيد بن معاويه ابن ابي سفيان. وقتها بيعوا معظم العالم الاسلامي الا الاردن، واللي فضلت على ولائها لبني اميه، وبيعت مروان بن الحكم للخلافه، وقدر مروان انه يستعيد مصر من ايد ابن الزبير، ويموت مروان ويكمل المهمه بعده ابن عبد الملك. عبد الملك يسيطر على العراق ويقتل مصعب بن الزبير، وواحده واحده مبقاش في ايد عبد الله بن الزبير غير الحجاز. فمروان يجهز جيش بقياده الحجاج ويبعته لمكه علشان يقضي على دوله عبد الله بن الزبير ويحاصر الحجاج مكه المكرمه، وبدا يضيق الدنيا اكتر واكتر على عبد الله بن الزبير واللي معاه، واللي كان بيحتمي بالبيت الشريف. وللاسف اصحاب عبد الله بن الزبير تخلوا عنه، وفضل معاه عدد قليل جدا ما قدرش يساعده ضد الحجاج، ولا حتى قدروا يدافعوا عن المدينه، واللي ضربها الحجاج بالمنجنيق من غير ما يراعي اي حرمه البيت الله الحرام.
لحد ما وقع أجزاء من الكعبة المشرفة من الضرب اللي ضربه الحجاج للمدينة، وانتهى القتال والحرب باستشهاد عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير اللي كان عمره وقتها 72 سنة، وانتهت دولته تماما. ومن سنة 73 هجرية تبقى الدولة الإسلامية دولة موحدة بعد ما كانت مفرقة بعد موت سيدنا عثمان بن عفان. وفي وقت عبد الملك نفسه الدولة الإسلامية كان فيه 4 بيتقال عليهم أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين: عبد الله بن الزبير في مكة والعراق، المختار الثقفي واللي ادعى النبوة في العراق، الخوارج في فارس، وعبد الملك بن مروان في الشام. عبد الملك بن مروان لعب حلوة كده، ساب المصعب بن الزبير يخلص على المختار الثقفي. طبعا جيش مصعب بن الزبير بقى جيش منهك، فخرج له عبد الملك بن مروان بجيشه وخلص عليه، وبعد كده خرج الحجاج لمكة زي ما حكينا. والمهم اننا لازم نحكي اللي عمله الحجاج بن يوسف مع عبد الله بن الزبير وستنا اسماء بنت ابي بكر. الحجاج بن يوسف بعد ما يدخل مكة يدور على جثة عبد الله بن الزبير، ولما يلاقي الجثة يؤمر بصلبه والتمثيل بجثته، وفعلا تتعلق جثة عبد الله بن الزبير في مكة، والحجاج يؤمر ان ستنا اسماء لازم تروح لحد عنده، وترفض ستنا اسماء امر الحجاج، فبعت لها تاني يهددها لازم تروح له والا هيبعت لها اللي هيسحبها من شعرها. فستنا اسماء ترفض لتاني مرة وتقول له ابعت اللي تبعته. في الاخر يستسلم الحجاج ويروح لها بنفسه ويقول لها: شفت ازاي ربنا نصر الحق على الباطل؟ فستنا اسماء ترد عليه وتقول له: ربما اديل الحق على الباطل واهله. فيسألها تاني: كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ وهنا طبعا كان بيقصد ابنها سيدنا عبد الله بن الزبير. فترد ستنا اسماء وتقول له: اراك افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك. فضل يجادلها وترد عليه، يجادلها وترد عليه، لحد ما اديته القضية. لما قالت له انها سمعت رسول الله وهو بيقول ان في سقيف كذابا ومبيرا، فاما الكذاب فقد رأيناه. وهنا طبعا كانت بتقصد مختار الثقفي، واما المبير فلا اخالك اياه. ويخرج الحجاج من عندها وقفا بيأمر عيش لحد ما وصل اللي حصل ده لعبد الملك ابن مروان، فيأمره عبد الملك انه يرجع عن اللي بيعمله ده، وانه لازم يتعامل معاها بشكل افضل من كده. بعد كده عبد الملك ابن مروان يولي الحجاج امير على الحجاز وكمان على اليمن واليمامة، وكان الحجاج عند حسن ظن عبد الملك وعرف يدير كل البلاد دي من مكانه في مكة، وكمان قدر انه يسيطر عليهم واعاد بناء الكعبة ومسجد ابن سلمة في المدينة. سنة 75 هجرية يتحرك عبد الملك ابن مروان لموسم الحج، ويدخل مكة ويخطب من على منبر النبي، وتجيله شكاوي كتير جدا من الحجاج وسوء ادارته، فيعزل الحجاج عن مكة ويبعته لحكم العراق. الحجاج فضل حاكم العراق 20 سنة، والحكايات عن الفترة دي كتيرة قوي. العراق في الوقت ده كان يقال عليها العراقين، عراق العرب وعراق العجم. فأول حاجة وصلها الحجاج كانت الكوفة، وبعت للناس يأمرهم ان هم يتجمعوا في مسجد المدينة. دخل المسجد وهو ملثم ومخبي وشه، وكان معاه 12 جندي اول عن اخر، يعني كان واخد ميكروباص تويوتا وكمان محاسب على نفرين. ومن الحكايات الطريفة ان الناس لما اتجمعت كان في 2 كده واقفين على جنب، فواحد قال للتاني: مين اللي جاي ده؟ لعنة الله على بني امية، بعتوا لينا واحد عيان مش عارف يتكلم، اتفرج عليا وانا برميه بالحصى. ديو وقتها المساجد ما كانش فيها سجاجيد زي دلوقتي، كلها كانت رمل وحصى، والحصى ده لو مش فاهم الزلط الصغير. والحركة دي كان بيعملها الشعوب لو ما كانوش راضيين عن الأمير بتاعهم، يفضلوا يرموا الأمير بتاعهم لحد ما يمشي، وده كانت عبارة عن الاستهانة بيه. المهم ان صاحبنا يوطى على الأرض ويجمع الحصى علشان يستعد ويضرب بيه الحجاج، فيطلع الحجاج على المنبر ويقول خطبته الشهيرة: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ أما والله فإني أحمل الشر بثقله، وأعزوه بنعله وأجزيه بمثله، والله يا أهل العراق إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها، وإني لصاحبها، والله لكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى، وإني دعوت الله أن يبتليكم بي فاستجاب لي. طبعا لآخر الخطبة بتاعته المشهورة واللي هتلاقيها موجودة على الإنترنت. وبعد الخطبة دي الحجاج يؤمر الجندي بتاعه أنه يقرأ خطاب الخليفة، فيبدأ القراءة ويقول: من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويبتدي في الخطاب. فالحجاج يوقفه قال له: على رأسك، اهدى بس، اهدى، أمير المؤمنين بيقول لكم السلام عليكم ومش بتردوا عليه، والله لربيكم، والله لعلمكم الأدب.
اقرا يا ابني الخطاب من اول وجديد. فلما وصل الجندي للسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اللي كانوا موجودين في المسجد ردوا عليه السلام. خلي بالك ده كله والحجاج كان معاه 12 جندي، كان بيتعب على اهل العراق ان هم ازاي ما يطلعوش عليه ويقتلوهم كلهم ويخلصوا عليهم. دول 12 جندي وانتوا أمة ما شاء الله. بس الحجاج قطبته كانت شديدة وهزتهم كلهم. المهم فاكرين صاحبنا بقى اللي كان مستني يرمي الحجاج بالحصى؟ المعلم كان واقف فتح بقه ولا قادر يتحرك ولا قادر ينطق ولا عارف يرمي حصوة واحدة من اللي كانوا معاه. المهم ان الحجاج بعد ما خلص الخطاب عمل نفس اللي عمله مع اهل الشام بالظبط، لان اهل العراق ما كانوش عايزين يلحقوا بجيش المهلب ابن ابي صفرة واللي كان في حرب مع الخوارج نواحي خراسان. فامر الحجاج ان هم ياخدوا رواتبهم. عبد الملك بن مروان مش هيقطع رواتب اي حد فيكم، بس اللي مش هيخرج بعد 3 ايام الحجاج هيقتله. فيدخل عليه راجل كبير ويقول له يا ابني انا راجل كبير في السن وما بقتش قادر على حمل السلاح، فممكن تاخد ابني مكاني؟ طبعا يوافق الحجاج ويقول له ان الشاب افضل لدينا من الشيخ. لكن كان في جندي من الجنود اللي كانوا واقفين يوقف الراجل العجوز ده ويقول للحجاج ده عمير بن ضابق، ده اللي دخل على عثمان بن عفان لقاه مقتول قام جاي ضربه بالشلوت. فالحجاج يقول اتوني بالنطع، طبعا قصده عمرو بن ضابق، ويؤمر بقطع راسه من غير نقاش. الحجاج ما كانش عنده يوم مرحميني، ويعتبر الحجاج ابن يوسف اول واحد عمل حكايه التجنيد الاجباري في الاسلام. في 76 للهجرة يوجه الحجاج زائد الثقفي لحرب شبيب الشيباني، وشبيب الشيباني ده كان واحد من زعماء الخوارج وقتها. المهم ان الشيباني يتغلب على قائد الحجاج، وبعد سنة يبعته الحجاج جيش تاني وبرضه يخلص عليه شبيب الشيباني، لحد ما قرر الحجاج انه يخرج له بنفسه وفعلا يتغلب عليه ويهزمه ويقتل مراته، مراته اللي كانت قائدة لنساء الخوارج. ويهرب شبيب للأهواز، ولكن وهو في طريقه لأنه كان لابس درع قوي حصانه يتعثر بيه ويقع في المية ويموت غريق، ويخلص الحجاج على باقي الجيش بتاع شبيب الشيباني. وفي سنة 80 هجرية يتقتل قطرية بن الفجاءة، وده كان الراس الكبيرة بتاعت الخوارج، وتتقطع راسه وتروح للحجاج اللي يؤمر انها تلف المدينة علشان الناس تشوف اللي يخرج عن الوالي او عن عبد الملك بن مروان ايه اللي بيحصل له. كده الحجاج اتخلص من خطر الخوارج، بس يظهر له واحد جديد. في سنة 80 هجرية يولي ابن الأشعث على ساجستان. ساجستان دي دلوقتي بلد او منطقة موجودة في افغانستان حاليا. ابن الأشعث يستقر في ساجستان، واول ما يستقر يخلع الحجاج ويخرج عليه، ودي كانت بداية حرب طويلة جدا مع الحجاج ابن يوسف. سنة 81 هجرية يتبعوا اهل البصرة، وكان بينهم التابعي سعيد بن جبير. طبعا سعيد بن جبير ليه قصة جاية معانا قدام. المهم الجيش اللي موجود في البصرة واللي انقلب على الحجاج يحارب الحجاج يوم عيد الاضحى، ويتهزم الحجاج في الموقعة دي. بيقول المؤرخين ان الحجاج حارب ابن الاشعث 84 مرة، خسر في 83، والاخيرة دي اللي انتصر فيها بالحرب كلها. المهم ان سنة 82 هجرية الحروب تكتر والجيش بتاع ابن الاشعث يكبر اكتر واكتر، وتيجي السنة الفاصلة سنة 83 هجرية وتحصل موقعة دير الجماجم، ويقال ان المعركة دي افظع معارك الحجاج في التاريخ، لانه قدر ينتصر على جيش ابن الاشعث ويخلص عليهم كلهم حرفيا، لدرجة انه يقال ان اتقتل 130 الف جندي بامر الحجاج. بس ابن الاشعث هرب لبلاد واحد اسمه ردبيل، فالحجاج بعت له قال له هتبعت لي راسه يبعت لك انا جيش يجيب راسه وراسك. فردبيل قال له لا يا عم انا ماليش دعوه بيه، هبعت لك راسه بس بشرط ان احنا ما ندخلش في حرب ولا تهجم عليا لمده 10 سنين. ويندبح ابن الاشعث وتروح راسه للحجاج في العراق علشان تلف العراق كلها، وعلشان الناس تشوف وتتفرج اللي بيخرج على الوالي بيحصل له ايه. وبعد دير الجماجم في ناس حاولوا يوقعوا بين عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف، بس كالعاده الحجاج يعرف يثبته بكلمتين. تيجي سنة 86 هجرية ويموت عبد الملك بن مروان، ويمسك الحكم بعده ابنه الوليد، والوليد يدي الحجاج كل الصلاحيات زي ما عمل ابوه بالظبط. وعلى فكرة دي كان وصية عبد الملك للوليد، ويقربوا منه اكتر واكتر. في المقابل وفي القصر الاموي كان ولي العهد سليمان بن عبد الملك بيكره الحجاج كره شديد، هو والامير عمر بن عبد العزيز، لدرجة ان سليمان بن عبد الملك هدد الحجاج انه هيحاسبه اشد الحساب لما يتولى الحكم. الحجاج ما اهتمش بالكلام ده واستخف بيه. الحجاج ما كانش مغفل، الحجاج كان مدرك مدى كره سليمان ليه، ويقال انه دعا انه يموت قبل الوليد، ومات الحجاج ابن يوسف فعلا قبل الوليد بكام شهر.
المهم ان دي مش قصتنا دلوقتي. الحجاج بعد ما خلص على الخوارج وابن الاشعث بدا يطلع جيوش الفتوحات، والقائد بتاعه قتيبة بن مسلم شغال فتوحات لحد ما وصل للصين. والناحية التانية ابن اخو الحجاج كان بيفتح بلاد السند اللي هي باكستان حاليا. ابن اخو الحجاج ده يعتبر اصغر قائد وفاتح في التاريخ الاسلامي، اسمه محمد ابن القاسم الثقفي. انا عامل له حلقة ممكن تلاقيها هنا او هنا او هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. المهم ان كل الجيوش دي كان مخرجها الحجاج للفتوحات الاسلامية. الحجاج برضو كان ليه حبة اصلاحات حلوة، يعني امر ان الستات ما تصوتش على الموتى، قتل كل الكلاب الضالة اللي في الشوارع، منع التبول والتغوط في الاماكن العامة، ومنع بيع الخمور ودمرها كلها، وبنى الجسور والكباري في العراق، وبنى صهاريج المياه في البصرة علشان يخزن مياه المطر علشان يوفرها لأهالي المواسم والقوافل التجارية، ده غير انه حفر الابار في المناطق المقطوعة علشان يوفر المياه للمسافرين. ومن الحاجات الكبيرة انه بنى مدينة واسط، واللي كانت ما بين مدينة الكوفة ومدينة البصرة، وبنى المدينة دي في مدة 3 سنين، ده غير انه كان بيولي اهل الكفاءة مش اهل الثقة، وكان بيراقب اعمالهم وبيمنع ظلمهم للناس. وكمان الحجاج ساعد في تعريب الدواوين، بعد ما كانت بتتكتب بالفارسي بقت بتتكتب بالعربي، وعمل على الاصلاح النقدي للعملة العربية، ده غير انه حفر الانهار والترع في العراق، واهتم بزيادة الاراضي الزراعية في العراق، وساعد الفلاح على انه يعرف ينمي الارض اللي تحت ايديه. ومن اهم اعماله بقى كانت تنقيط حروف المصحف الشريف، وكمان وضع علامات الاعراب على كلماته، وكمان هو اللي قسم القرآن ل30 جزء، ده غير الاشارات بتاعت الثلث والربع والخمس في القرآن الكريم. كل ده يرجع للحجاج، وهو اللي اعتمد قراءة عثمان بن عفان للقرآن الكريم ووحدها ولغى باقي القراءات، وكتب المصاحف الموحدة وبعتها لكل الولايات الأموية. يعني تخيل ان كل واحد بيقرأ القرآن النهاردة بشكل صحيح، ده بيرجع حسناته للحجاج ابن يوسف. الحجاج كان شديد قوي في امور الملك، يعني كان شايف اي حد خارج عن الامويين او خارج عن الملك فهو خارج عن الملة. يموت الحجاج يوم 27 رمضان سنة 95 هجرية، وفي ناس بتقول انه مات في شوال في نفس السنة، ويقال انه مات بمرض سرطان المعدة، وانه كان بيحس بالبرد الشديد قوي، فكانوا يقربوه للنار لحد ما هدومه كانت بتتحرق. المهم ان الحجاج يموت ويسيب وصيته، واللي كان كاتب فيها: يا رب قد حلف أعداءك واجتهدوا أيمانهم إني من سكان النار، أيحلفون على عمياء وحيهم، ما ظنهم بعظيم العفو الغفار. تعالوا بقى أحكي لكم قصة الحجاج مع التابعي سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان أصلا من مقربين الحجاج، وأول ما دخل الكوفة طلب إنه يشوفه، وكان بيقعده معاه دايما في مجلسه، لدرجة إن الحجاج عينه قاضي على الكوفة، ودي كانت حاجة صعبة وقتها، لأن سعيد بن جبير ما كانش عربي الأصل، ولازم اللي يتعين في المنصب ده يكون من العرب. وتلف الأيام وانضم سعيد بن جبير لجيش ابن الأشعث، وبعد ما وقع دير الجماجم يتقبض عليه ويتبعت للحجاج، ويدخلوا في حوار كده آخره يؤمر الحجاج بقتل سعيد بن جبير، فيقول سعيد بن جبير مقولته الشهيرة: اللهم لا تسلطوا على أحد يقتله من بعدي. وفعلا من بعده الحجاج ما قتلش إلا واحد تقريبا، وبيقول المؤرخين إن الحجاج كان بيشوفه في الحلم بعد ما قتله، وكان بيقول له: يا عدو الله فيما قتلتني. ويرد الحجاج ويصرخ: مالي ولا سعيد بن جبير، مالي ولا سعيد بن جبير. الحلم ده فضل ملازم الحجاج 3 أيام، لدرجة إنه قال: مالي لسعيد بن جبير، كلما أردت النوم رأيته يمسك بقدمي. يموت الحجاج بن يوسف وهو مثبت أقدام الدولة الأموية في العراق، واللي سبحان الله هتكون بداية نهاية الدولة الأموية في العراق برضه. يموت الحجاج وانت مش عارف هل ده كان راجل تقي هيتحسب له ثواب كل اللي دخلوا في الإسلام بسببه، ولا كان راجل طاغية هيتحاسب بسبب هدم الكعبة وقتل المسلمين. أنا هنا ما بحكيش إلا التاريخ، الحجاج بن يوسف اللي صدق في مقولة: له ما له وعليه ما عليه، والحكم والحساب عند ربنا في النهاية. كده خلصت حلقتنا، بس حابب أتكلم معكم كلمتين. الحلقة دي أكتر حلقة وطرتني، سواء في اتخاذ القرار أو في الكتابة أو في التصوير. أتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم، ومستني آرائكم، وسامحوني لو كان في أي هفوات أو أخطاء. وما تنساش إن لو الحلقة عجبتك إنك تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.